اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بتاعنا فيه شويه بساطه وسهوله. معانا بتنجان هنعمله مشوي النهارده بالزبادي. بتنجان دايما اقامته متحدده مع بابا غنوج متبل بناكله مسقعه، ولكن لما نعمله مع سلطه الزبادي وطحينه اكيد هيكون الطعم مختلف. ولكن نشوي البتنجان ازاي ونتلاشى المراره اللي فيه هنشوف الكلام ده مع بعض بالتفاصيل. معايا كوسه حلوه من خير ارضنا، عايز اعمل يخنه الكوسه بالمفروم. الاكله دي مش تاخد وقت كبير في السوى ولكن قيمتها الغذائيه عاليه جدا. معانا لحمه مفرومه ومعانا كوسه لونها طبعا لطيف وجميله لسه طازه، هنشوف نعملها ازاي مع طماطم واللحم المفروم بتاعنا. معانا برغل. البرغل بتاعنا الجميل الحلو فيه اكله مشهوره في المطبخ الشامي او السوري اسمها برغل بتفين. يعني احنا هنعمله النهارده برغل بتفين بالجزر. اما برغل بتفين يتعمل باللحمه المفرومه يتعمل بالدجاج، بما ان اللحمه المفرومه مع الكوسه فحبيت اغير منه واعمله برغل بالجزر. هنشوف نعمله مع بعض ازاي، وفضلت الجزر عن اي نوع خضار تاني مع البرغل لان البرغل من البقوليات الجميله الحلوه اللي بتحتاج زي الفريك كده بتحتاج حاجه طريه معاها لما تستوي تطر معاها وتبقى لطيفه وجميله. مش عايز اطول حضراتكم لان الحلقه النهارده ممكن تكلفه قليله جدا ماديه، ولكن الفكر الطهوي والخبره العلميه فيها اكيد هتقدر دلوقتي، ونشوف ايه الافكار البسيطه والسهله. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيره. البتنجان متواجد في اي بيت نقدر نجيبه بسهوله. معانا بتنجان، معانا زبادي، معانا طحينه. تعالوا نعمل طبق بتنجان النهارده بالزبادي والطحينه، نشوف نعمله مع بعض ازاي. بتنجان معانا زي الفل طبعا، وانت خلي بالك وانت بتشتريه لازم تحط في الاعتبار لازم البتنجانات تكون بتلمع كده ولطيفه زي ما انت شايفاها على الشاشه. معانا زبادي ومعانا طحينه، معانا معلقه فلفله حلوه، ومعانا فص ثوم محترم، زيت زيتون، بقدونس، شبت، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وكمون. حلو قوي البتنجان. هتقولي لي مسقعه، انا معاكي بحبه مسقعه. ممكن نعمله مقلوبه، ممكن نعمله مقلوبه، ممكن نعمله بابا غنوج، نعمله بابا غنوج، نعمله متبل، نعمله متبل. بس المره دي مش عارف هيطلع معايا ايه. انا جاي على بالي اكل شويه بتنجان حلوين كده بالزبادي والطحينه، هو ده المطبخ. حلو بدون مسميات، بتنجان بالزبادي والطحينه. اول حاجه هنشيل كده، بسم الله ما شاء الله، قلبك ابيض يا بتنجان. حلو، قطعه كده مكعبات، وانا مش بحب اقشره بصراحه، زي ما هو كده هاخده اقليه في الزيت. مش كده عايز اللحم بتاعه. قصه انك ترش ملح بقى على البتنجان وتنزله ميته الجو ده انا مش معاه خالص. اقول لك ليه دلوقتي. انا لما احط ملح على البتنجان واحطه في مصفى بينزل كميه كبيره من السوائل بتاعته. السوائل دي كلها هي الحديد، هي البوتاسيوم، هي المغنيسيوم، هي المعادن اللي بتتميز بها البتنجانيه، لان البتنجان غني بالاكسده. طالما هو غني بالاكسده تعرفوا انه فيه نسبه حديد ونسبه معادن كويسه. حلو الكلام، زيه زي التفاح بجد شيف. اه والله العظيم البتنجان كمان احلى من التفاح. الالياف اللي في البتنجان مش موجوده في التفاح. اقعد مش بعظم فيه، هو يستاهل. رقم واحد في متناول الجميع، رقم اتنين قيمته الغذائيه عاليه جدا، تقدر تعمليه مليون حاجه. تعملي مكرونه بالبتنجان والطماطم، المطبخ الطلياني ارابياتا مشهوره، معاها شويه فلفل وبصل بقت ارابياتا بالبتنجان والخضار. يعني اكله المكرونه بالعربي اهي، شايفه الجو ده كده. الاجانب الطلاينه بالذات يحبوا البتنجان ده في الاطباق بتاعتهم الاساسيه، مع اكله السبوك وعارفينها كلنا لازم البتنجان يتحط فيها تبقى لطيفه وجميله مع المكرونه. ناخد البتنجان ده كده بالشكل ده كده، التقطيعه الحلوه دي كده، نستغنى عن دول. لما انا بقول غني بالاكسده مخرجنا الجميل الله يوفقك، شفت البتنجانيه اول ما بقطعها كده بيجي لها سواد زيها زي التفاح. تعرفي الحاجه ان هي غنيه بالاكسده لما لونها يتغير بعد التقطيع من مكان تقطيع السكينه. فعلشان اتلاشى الموضوع ده في حاجتين. الحاجه الاولى لو انا عايز احتفظ بالبتنجان ده بلونه ابيض بحطه في محلول ملحي، شويه حامض، شويه عصير ليمون مع شويه ملح، يقعد معايا فتره كبيره حسب ما انا حابه. هناخد البتنجان نحمره في قلب الزيت كده،
بعد التحميره الحلوه دي يا عم الشيف يطلع يلاقي بقى الايه الخلطه اللي انا هعملها دلوقتي. الخلطه دي عباره عن زبادي، طحينه، فص ثوم حلو طازه كده ني، عصره ليمون، زيت زيتون اهوت زي الفل في قلب الزيت، ونزود الزيت كمان عشان كلهم يستووا مع بعض. حلو قوي، يلا مع السلامه. تمام، على فكره هي مليانه، بمجرد ما هيستوي هتلاقيها هبط على طول، عامل زي السبانخ لما نحط كميه كبيره في الحله بمجرد ما تتعرض للنار بتلاقيها هبطت. اشيل البتنجان من هنا بقى عشان احنا دايما مش بنحب نشوف البتنجان بيبقى شكله ايه اسود. طيب تعالوا مع بعض نعمل الخلطه بتاعه البتنجان، هعملها ازاي؟ حلوه قوي، بجيب بوله حلوه كده واحط فيها الزبادي الحلو بتاعنا، زبادي دسم دسامه عاليه مفيش مشكله، دسامه قليله مفيش مشكله، دي بتاعتك. بحط على الزبادي ده شويه طحينه، حلو مش كتير، حلو، فص ثوم حلو طازه، شويه نعناع يابس. نعناع اليابس كلنا عارفين اللي هو النعناع الناشف، وخاصه لو ليك حد جاي من مطروح. ليه مطروح يا شيف؟ لان انا بيجي لي النعناع الناشف منها طعم حكايه، احط عليه شويه منه على الشاي بياخدني في حته تانية. ده نعناع يابس. البهارات بتاعتنا شويه ملح وشويه فلفل وشويه كمون، تبليها عادي، بابريكا ملح وفلفل وكمون، كل ده على الزبادي والطحينه. نظبط الملح بتاعنا. شوف لي البتنجان في قلب الزيت عايم ازاي، احلى من الجمبري. عصره ليمونه، يلا بينا. زيت زيتون، يلا بينا. وخلط ده كله مع بعضه والبتنجان بيتحمر في قلب الزيت اهو، هزه. شفت هبط ازاي؟ اهو. هتقولي لي يا شيف مغازة الله يرضى عليك يا راجل يا طيب، احنا بنحبك، انا ما عنديش القلاية بتاعتك دي، انت راجل مقتدر وجايب قلاية، ليك حق تقولي كده يا امي. طاسة على النار فيها زيت، تعملي نفس التحميرة دي، طاسة على النار فيها زيت، هو نفس الموضوع، وانت اشطر مني في القصة دي. زيت زيتون، ونقلب الخلطة اللطيفة دي كلها مع بعضيها. تاني اقول انا عملت ايه هنا، عشان كده لما انا بدات واقول هعمل بتنجان بالزبادي والطحينه قلت اعمله ازاي. هو بقى ده المطبخ، دخلت المطبخ جبت علبتين زبادي حطيت عليهم معلقتين طحينه، كل علبه زبادي بتاخد معلقه طحينه، حطيت فصين توم حلوين نيين يعني مش مستويين، بيتفرم بالمفرمه جامد او بتكسرهم بالسكينه، حطيت عليهم نعناع يابس وشويه بابريكا وشويه كمون وشويه ملح، واقلبهم كلهم مع بعضيهم مع زيت زيتون وعصير ليمون. الطحينه هنا بتلعب دور كبير جدا، ايه هي؟ بتربط الزبادي. فكره عمل فته بالزبادي والطحينه لما نعملها بالدجاج. المطبخ الشامي، الاكله هنا زي الفل. منتظرين البتنجان يتحمر معانا، هيطلع من قلب الزيت ينزل على الخلطه اللطيفه دي وهو سخن. تفرق كتير بقى ان انا اسيب البتنجان يبرد وبعدين اضيف له الخلطه، وتفرق كتير لما انزل البتنجان وهو سخن مع الخلطه. ليه يا عم شيف؟ لأن الخلطة دي فيها توم، فيها طحينة، الحاجتين دولت لما بيتعرضوا للسخونة بيدوني إيه شخصيتهم. الطحينة بالذات لما تيجي تفكيها مية سخنة أو مية دافية بتديك الشخصية بتاعتها، التوم لما ننزل عليه مية سخنة بيديك الشخصية بتاعتك، فده اللي أنا بتكلم فيه إن لازم ننزل بيه وهو سخن على الخلطة اللي أنا عاملها، ما تنتظريش على البتنجان لما يبرد. طيب نخش على اللي بعده. نبص على البتنجان مخرجنا الجميل، انا عارف صعبان عليك البتنجان من ساعه ما حطيته في الزيت، بس مش تخيل انك حاطط شويه جمبري هتروح وتيجي عليهم تبص عليهم، حاطط شويه سمك فيليه هتروح وتبص عليهم، اما بتنجان يلا لو اتحرق هتجيب. لا ده انا ازعل قوي على البتنجان، على فكره البتنجان عندي احلى من الجمبري. شوف البتنجان بالله عليك، بقى كريسب، لونه اسود، لا ابيض. شوف البتنجان، هسيبه برده في الزيت وهطلع الفاصل وهو في الزيت عشان نرجع بعد الفاصل نشوف جمال البتنجان وهو بيتحمر. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفصل.
البتنجان يستاهل، ايه رايك في البتنجان يا عم شفيق؟ بص على البتنجان، العب هو هو ده اللي انت عملته ده يا شيف. اصبر على رزقك يا ست الكل. اهو البتنجان هنا حلو في نظرك انا عارف. ها نعناع ده، انا باخد الطعم، باخد الفليفر بتاعه، اسيبه كده هسه. اخبار البتنجان ايه؟ بص على البتنجان، يلا اطلع من الزيت يا غالي، هو ده واسقوه براح. عيش معاه بقى، عيش معاه وجيب لي النعناع الاخضر وتفاصيل النعناع الاخضر في قلبي. حلوه، نغطي دي كده ونسيبها. ناخد بعضينا دلوقتي وناخد البتنجان الحلو ده مع النعناع وننزل بهنا كده. الله، الخلطه بتاعتي هنا. مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري، اسد زيت المصورين حبايبي، لحظه الحسم قويه، زبادي، طحينه، نعناع يابس، ثوم طازه، عصير ليمون، زيت زيتون، بابريكا، شويه كمون، شويه ملح، شويه فلفل. وننزل بهم على البتنجان وهو سخن. اللهم صل على النبي. الاكله دي هي اللي في الموضوع، لا لحمه بقى ولا فراخ ولا حاجه، زي الفل. واقلبها واسيبها للغرف، جمعنا على السفره نغرفها. هتغرف بقى في طبق كده او في جاط، يعني في جرجير، في خس. شفت النعناع ده؟ بص النعناع ده، شفت النعناع ده؟ خدها في حته تانيه يا شفيق. النعناع الناشف ده اللي اتحمر مع البتنجان، خد البتنجان مع الخلطه في حته تانيه. بس لازم ينزل في الوقت ده، ما ينزلش من الاول خالص، خلي بالك، ينزل في المرحله الاخيره من تسويه البتنجان. اعملي البتنجان النهارده بالطريقه دي وقولي لي رايك فيه على السوشيال ميديا. هنروح من بعض فين؟ الصفحه الرسميه للقناه الاولى، كلامكم الطيب بيرفع من طاقتنا الايجابيه والروح المعنويه. صفحه اكله امي وهكذا. على السوشيال ميديا. كلام الطيب بيخلينا نشتغل، الكلام اللي هو مش طيب يخلينا نقف عن الشغل. في قلب السرفيز طبعا حضراتكم عايزين نشوف هنقدمه ازاي. بيسالوني يتاكل بارد ولا سخن؟ والله عايز تاكل منه دلوقتي هو جاهز، تاكل منه بعد ساعه هو جاهز، ولكن انا دايما بقول نلتزم بحاجه مهمه جدا. الشيف قال ننزل بالزبادي والطحينه على البتنجان وهو سخن. ليه هو سخن شيف؟ عشان ناخد شخصية توم وشخصية الطحينة. الله، ألف هنا وشفا للي ياكل. تمام، خلصنا من البتنجان. نيجي للغالية كوسة، حبيبة الجماهير كوسة. عجبنا أوي يخرة الكوسة باللحمة المفرومة، طلعت معايا ازاي؟ حبا. الف هنا وشفا. وعجبني كمان الطبق البتنجان ده، عايز العيش بتاعنا ابو رده الجميل الحلو ده بالف هنا وشفا. ممكن ناكله بودن قطه عادي، نتعامل مع البتنجان عادي، يتاكل بالمعلقه والشوكه والسكينه عادي، زيه زي الجمبري، زي اي نوع من انواع اللحوم، مفيش اي مشكله. البتنجان ما نستهونش بيه يا اخوانا، البتنجان قيمته الغذائيه عاليه جدا والالياف بتاعته قيمتها الغذائيه عاليه جدا ومفيد جدا، ومفيش منه مشاكل، لا مريض سكر ولا مريض ضغط. بس هنا نحدد طريقه تسويته، يعني اذا في عاملين دايت تشويه، عاملين ما عندناش مشكله هنقليه عادي خالص، يعني ممكن نعمله في المقلوبه، يبقى لا يتشوي ولا يتقلي، يتحط في قلب الصينيه ويتحمر تحميره صغيره ويتحط عليه اللحم والرز والدجاج وتبقى مقلوبه حسب اللي الطريقه اللي احنا عايزينها. بمقادير او بمصاريف قليله جدا، او نقدر التكلفة المالية قليلة جدا، بس صدقوني بنبذل مجهود كبير جدا عشان نجيب نفس المقادير، نفس الماتيريال، نفس المكونات اللي تبقى معانا كل يوم. ده المجهود هنا بقى، نقدمه لحضراتكم بشكل تاني وبطعم تاني وبطريقة تانية. اللي دايما بقول تفاصيل صغيرة ولكن طعم جديد وشكل جديد. وعايز أقول لحضراتكم أهم حاجة إنك تخش المطبخ بحب.
مفاتيح السعادة الزوجية هي المطبخ، لا هي غرفة النوم ولا هو الصالون ولا هو الانتريه ولا هي الشقة ولا هو الاسانسير انا طالع فيه ولا اي حاجة خالص. المطبخ هو مفاتيح السعادة الزوجية لكل عروسة متجوزة، لكل ست بيت ربنا يطول لنا في عمرها، لكل ام بتزور حد بتقول لهم انا جاي لكم النهاردة بقى يا اولاد اكلكم شوية محشي من ايدي. دخلتها حماتك لازم تخش الدخلة دي، واللي مش تبقى حماتك ماما لازم تخش عليكي برضه، اعمل لك جوز حمام النهاردة يا بنتي ما اكلتهمش قبل كده. هو المطبخ بيبدا منه الايه؟ السعاده الزوجيه. رؤيا فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.